دكتور ياسين عبد الجبار، 29 سنة، طبيب، أعمل في مستشفى حكومي وناشط جمعوي في عدة جمعيات محلية ويعني دولية. 1 مليون لاجئ يعني مغلقين عليهم في مخيم. هذا المخيم يقع بين دولة بنغلاديش وبورما. الوضع كارثي يعني لصعوبة وصول المساعدات الإنسانية، فهم يعانون في صمت، حقيقة في صمت. أنا وجدت ناس تقريبا ينتظرون الموت فقط لأنهم مسلمين لا يستطيعون الانتحار. فكنت نعالج الأطفال، كنت نحاول نقدم لهم الأدوية، كنت نفحصهم، كنت نقدم فحوصات اللي كانت تتطلب يعني. فمن خلال احتكاكي معهم كنت نسألهم يحكوا لي قصص معاناتهم، كيف تم تطهيرهم، كيف تم قتلهم، كيف تم حرقهم، كيف تم تعذيبهم. حقيقة أشياء لا تراها إلا في الأفلام. لو ما يحكي لكش الإنسان هذاك ما تقدرش تأمن بلي هذا الشيء صرا فيهم. ذنبهم الوحيد فقط أنهم مسلمون. حقيقة أنا صدمت لما عرفوا بلي أنا من الجزائر، فقالوا لي أن الجزائر هي رمز للكفاح بالنسبة لنا، رمز للنضال، رمز للتحرر. فالرسالة اللي حبيت نوصلها واللي حملوني أني نوصلها أنه ماذا بنا ما نساوش هذه القضية، ماذا بنا أن نعاونهم حكومة وشعبا. وكما قدرت نوصل أنا حتى ناس بزاف يقدروا يوصلوا، وحتى ناس بزاف يقدروا يقدموا العون